أخونا يسأل ويقول: حديث إن انتخع أحدكم انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدميه، ما معنى الحديث؟ يعني إذا تفل نعم يتفل عن يساره أو تحت قدميه، لأن السلام نهى أن يتفل المرء قبل وجهه، لأن الله قبل وجهه، وعن يمينه لأن الملك عن يمينه. هذا أشكل على بعض العلماء، لأنه الملك عن يمينه وعن يساره، فقال في هذه اللحظة في الصلاة لا يكون لا يكون الملك عن يساره، فهو يتفل عن يساره أو يتفل تحت قدمه ويدفنها، لأنها كفارتها دفنها. نعم. طبعا الآن آسف، في الواقع اللي احنا فيه، لأن التراب غير موجود بالمنديل. صحيح، في دلوقتي الموكيت في طبعا يفسد، فهو يكون المنديل. في حاجات. طب إن لم يكن المنديل، يعني إن لم يكن المنديل والرجل مضطر إلى ذلك، ثوبه يغنيه، وقد قال به النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا إن قلنا إن لم يكن عنده شيء، لأنه ماذا سيفعل؟ إذا اضطر إلى ذلك لن يؤذي من بجانبه، وهو نفسه ممكن يخرج من الصلاة إذا فعل ذلك، فيغني هذا إذا استطاع، ما استطاع يخرج. نعم، بارك الله يعني إذا اضطر يخرج. نعم، نسأل الله العافية. كالرعاف وغيره.